فقد هيأ الله عوامل عديدة في هذا الوقت. كان أولها تسفيع الشعب المصري العظيم بالخروج في أكبر المظاهرات في تاريخ البشرية في كل أنحاء مصر. ثم هيأ حماية هذه الثورة من قبل قواته المسلحة الباسلة. ثم هيأ التأييد الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومن الأبناء البررة الشيخ زايد واستمرت أوقاف الله بمصر في المنهج الذي نهجه مع الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي. بدأ قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها بأسلوب جديد في الحكام، لا يداهن على حساب الوطن ولا يلبي مطالب فئوية، وصارحكم أن المسيرة طويلة وأنكم تتعبون ويتعب. من هذه الأوقاف أتكلم اليوم. استمعنا إلى رؤية معالي رئيس الوزراء الشاملة لما يتمنوه لمصر، وجاء هذا المؤتمر بدعوة كريمة من الأستاذ ياسر رفعت مؤسس أخبار اليوم ليكون علامة على الطريق، لنستشرف من خلال هذه الفعالية وما يليها من فعاليات كثيرة. لا يمكن أن توضع رؤية اقتصادية واستشراف للمستقبل فقط في مؤتمر يستمر لمدة يومين أو ثلاثة، وإنما هي بداية وعلامة ناجحة تشكر عليها مؤسسة دار أخبار اليوم. وتحدث العالم الإدارة الدكتور أحمد زويل عن الثينك تانك العصف الذهني. مصر مليئة بالعقول النيرة التي ساعدت في بناء كثير من الدول وليس فقط مصر. نحتاج أن نستفيد من كل هذه الخبرات العلمية والفكرية لنضع عقد اجتماعي جديد لمجتمعنا. ألفنا في الستين أو السبعين أو المائة سنة الأخيرة أن نتحدث دائما عن حقوق ولم نسمع من يتحدث عن واجبات، وهذا خطأ كبير. أنا أعتبر أنه كان رشوة من الحكام ليظلوا في الحكم ويعطوا كل من يخالف بشيء بحق. لا حكم بدون واجبات من الحاكم والمحكومين، من الوزراء والمواطنين والمفكرين، من الإعلام الذي ينادي بحرية الإعلام وحقوق الإعلام، لكن عليه واجب أن يراعي مصالح الوطن وأن نتناسى المصالح الشخصية الطيبة. ربنا هيأ فرصة ذكرت بعض العوامل لها لمصر. بقدر مصر هي نصف الأمة العربية، وبقدر مصر وجود أبنائها أصبحت منارة للإسلام. إن أصيبت مصر بالبرد عطست في بيتي في جدة أو في باكستان. هذا الحب العقلي لمصر. أما الحب العاطفي لمصر فأنا من جيل لم يكن هناك إلا المعلم المصري،
ولم يكن هناك إلا الطبيب المصري، ولم تكن هناك إلا الجامعة المصرية في العالم العربي. فواجب الوفاء يستدعي من كل العرب الذين تعلموا على يد المصريين أن نشد من أجر مصر في هذه الفترة. لقد كتبت كلمة، ولكن وجدت أن الجو ربما يكون غير مناسب، فطلبت من الإخوة المنظمين طباعتها وتوزيعها عليكم، ولكني تطرقت فيها إلى ما يزيد عن 15 موضوع. إذا أردنا أن نضع رؤية استشرافية للمستقبل، تبدأ بالحقوق والواجبات وبالعدل، ومرورا بأشياء أهمها الثورة الشعبية. الحمد لله حققت ما كتبه الله، إن لم أصاحبها ثورة قانونية في أسلوب كتابة القوانين لا نستطيع أن نلتف براسم الفساد والروتين ما لم تكن هناك ثورة قانونية حقيقية. لقد أكرمني الله أن تعلمت وساهم في نهضة ماليزيا الاقتصادية وفي نهضة تركيا الاقتصادية على يد ترك الدولار رحمه الله، وكان أسلوبهم في العمل أن تكتب غاية لكل قانون، ثم المواد التي تحكم هذا القانون، ثم مادة ختامية تلغي كل ما يتناول هذا القانون، وإلا سيعود من يريد الفساد إلى قوانين من أيام خفر ومنقرع لكل من شاء بلع. أساس الفساد لا يحارب بدواوين للمحاسبة ودواوين لمكافحة الفساد، يحارب بالوضوح والبساطة في القوانين. ما لم تكمل الثورة الشعبية بثورة قانونية حقيقية ونضع غاية للمرحلة القادمة. إذا أردنا أن نتفق على غاية لنصر في 50 سنة القادمة، يجب أن تنبع من المنهج الوسطي لله سبحانه وتعالى في كل الأديان، ولا نتجه ونحدد المدرسة الاقتصادية التي ننتمي إليها بكل وضوح. نحن سنوات طويلة لا نعرف نحن شيوعيين أم اشتراكيين أم رأسمالين. يجب أن نختار الطريق، وأقول أن المنهج الإلهي هو الطريق. المنهج الإلهي يتمثل في ماذا؟ يتمثل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن ما هي العبادة؟ قال: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. العبادة هي إعمار الأرض والعمل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد ذلك في أحاديث كثيرة. أقنعونا أن العبادة هي الزهد، وأن العبادة هي الانقطاع في المساجد، وأن الإسلام هو الإرهاب، ولكن الإسلام بريء من كل ذلك. الإسلام دين تسامح، دين تنمية. الآية اللي ذكرتها: تعبدون بإعمار الأرض الذي هو الإلماء، لأن العرب للأسف في ثقافتنا الحالية حولنا إعمار الأرض إلى إعمار المباني، ولم نعرف أن اكتشاف الصواريخ والبواخر والطائرات والعلم إلا بزاوية واحد منهم هو الدكتور زويل ونفع به العالم هو إعمار الأرض. الغرب يعبد الله أكثر منا بإعمار الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم
رأى يصلي في مسجد المدينة وسأل مين يقوم بشأنه لما شافه كم يوم، قالوا له أخوه، قال لهم أخوه أعبد منه، أخوه اللي بيشتغل ويصرف عليه أعبد من هذا المنقطع للصلاة في مسجد المدينة المنورة مع ما فيه من فضل. ومين الإمام؟ الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، مو الإمام أي زعيم طائفة. فرقنا ديننا وأصبحنا طوائف ومذاهب وهجرنا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى الله إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أصبحنا نستفسد فقط بأقوال البشر. أطلت عليك، ولكن أنصح محبي مصر أن يقرأوا الورقة، ففيها أشياء كلية. مؤتمر كهذا لا يمكن أن نتحدث عن أشياء جزئية، يجب أن نتفق على تغيير العقد الاجتماعي للدولة وننتهز الفرصة. اللي عندكم الآن حكومة تصارح ولا تدائم وتدعو للعمل وضرب المثل بأنفسكم، فيجب أن تكون هذه بداية نستكمل بها لطف الله سبحانه وتعالى. أما المستثمرين العرب والمسلمين فلمصر عليهم حق كبير، ذكرت بعضه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى لأهل مصر خيرا، والملك عبد العزيز رحمه الله أوصى لأهل مصر خيرا، ولمصر دين في كل عربي ومسلم يجب أن نؤديه، لكن إذا اطلحت فقيا لديكم، وإذا وضعت قواعد تؤدي إلى الإنماء والتشعيب. الله سبحانه وتعالى يقول: رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ما رفعني درجة عشان افتخر بكم مليار عندي في البنك، إن ما شغلت خلق الله انتهى عملك. لو إخواني أصحاب الأعمال عرفوا هذه الثلاثة الآيات، ليعبدون وإعمار الأرض والتشغيل، لاختفت كلمة بطالة من دولنا.